السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم إخواني؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إخواني، بهذا الفيديو بدي أحكي لكم عن قصة يعني ما بتخطر على بال إبليس، حصلت مع شخص سوري، حكى لي إياها وحكى لي تفاصيل صارت معه. يعني بصراحة هي القصة يعني كلكم رح تتفاجئوا فيها، عن جد ما بتخطر على بال الشيطان صارت معه. طبعا بدي الكل ينتبه وياخذ هاي القصة عبرة بخصوص الحوالات البنكية، بخصوص بيع وشراء السيارات. القصة اللي هلا رح تسمعوها رح تتفاجئوا منها كتير بصراحة، طريقة فعلا كتير يعني غريبة بصراحة، أول مرة بسمع فيها وأول مرة بتصير. من غير ما أطول عليكم إخواني الكرام، خلينا نحكي القصة. طبعا إخواني، أنا اخترت إنه أطلع معكم بهذا الفيديو بشكل عفوي وأحكي لكم القصة هيك يعني بكل عفوية. إخواني، في شخص سوري بده يبيع سيارته، كان بده يبيعها ويحط فوقها شوية مصاري منشان يجيب سيارة نوعها أحدث شوي. فراح هذا الشخص حط اعلان لسيارته على مواقع الاعلانات اللي انتم بتعرفوها، في كتير مواقع، حط انه انا عندي سيارة بسعر كذا وكذا بدي بيعها، تمام؟ والله راح هذا الشخص بعد ما حط اعلان لسيارته، صارت الناس تتصل فيه بقى مثل ما بتعرفوا انتم، هذا اللي يسألوا عن السعر وهذا اللي فاصل وهذا كذا. بعد ما حط الاعلان تقريبا مشي اسبوع، اتصل فيه شخص تركي قال له انه مرحبا، انا سيارتك عجبتني وحابب اشتريها بصراحة، بس بدك تراعيني شوي بسعرها، وبدي اشوف اذا السيارة نظيفة مثل ما انت حكيت او السيارة في عليها مشاكل. فقال له الشخص السوري، قال له انه سيارة نظيفة ما عليها مشاكل وفيك تجي تشوفها يعني، والسيارة كتير كتير ممتازة يعني. قال له اوكي. فكان الشخص السوري طالب 70,000 ليرة تركي بسيارته، تمام؟ كان منزل سعر انه هو بده يبيعها ب70,000 ليرة تركي. فصار يتفاصل هو والشخص التركي من كلمة لكلمة لحتى آخر شيء اعتمدوا على 67,000 ليرة تركي. فقال له هذا الشخص، أنا جاي أشوف سيارتك وبدي ألقي نظرة عليها أشوفها إذا هي فعلا نظيفة ولا عليها مشاكل. قال له السوري، أهلا وسهلا تفضل. راح هذا الشخص إخواني الكرام لعنده، شاف السيارة، أخذها عينة، حتى أخذوها على مكان اسمه الإكسبرت اللي هو بيفحص السيارة وبيشوف إذا السيارة فيها مشاكل أو أعطال أو لا، وبيعطي تقرير رسمي بهذا الشيء. المهم بعد ما راحوا اخواني وشافوا السيارة وعاينوا السيارة وشافوا انه السيارة سليمة، فقال له هذا التركي، خلص انا اعتمدت وانا اشتريت منك. قال له اعطيني رقم حسابك البنكي لحول لك مبلغ حق السيارة ورح كون على تواصل انا وياك. قال له الزلمة السوري اوكي. اخذ رقم الحساب تبع البنك وراح هذا الزلمة. بعد ساعتين اتصل الزلمة بصاحب السيارة السوري، قال له أنا حولت لك 60,000 ليرة على حسابك البنكي، يا ريت تفوت تشيك على حسابك وتشوفهم إذا وصلوا ولا لا. والله راح الأخ السوري، ما كذب خبر، فات على حسابه البنكي، شاف فعلا إنه واصله من الزلمة 60,000 ليرة تركي. اتصل بالتركي قال له وصلوني المصاري، والشخص أمن يعني إنه شخص حول لك على حسابك 60,000، خلص الزلمة شره يعني ما في لعب ولف ودوران. بعد ما حولوا المصاري، المهم عم يحكي مع الشخص التركي، قال له وصلوني. قال له الشخص التركي، انت بس انا اعطيك، طبعا كان اعطيه هو 1,000 ليرة عربون، قال له خليه معك ولا تبيع السياره لحدا. قال له الشخص السوري تمام. فقال له الشخص التركي، انا حولت لك 60,000 ليرة تركي واعطيك 1,000 ليرة، صار 61,000، فضل لك مني 6,000 ليرة لانه اتفقوا على سعر السياره ب 67,000 ليرة تركي. فقال له انا هلا رح ابعث لك اخي، تمام؟ قال له انا اصلا كنت عم بشتري السياره لاخي، يعني عم بحكي معك من شان اخي بدي اشتري له سياره. فقال له راح ابعث لك اخي بكفي لك ال 6,000 ليره وبتروحوا على النوتر اللي هو كاتب العدل وبتفرغ السياره على اسمه. قال له تمام ما في مشكله، يعني الزلمه امن انه واحد حول له مصاري والمصاري صارت بحسابه وخلص يعني. راحوا على النوتر، اجى طبعا قبل ما يروحوا على النوتر اتصل هذا الشخص فيه، قال له مرحبا، قال له انا بدي جاي معك على النوتر مشان تفرغ لي السياره على اسمي. قال له اتفضل. راحوا على النوتر اخواني الكرام، شوفوا المصيبة وين. بعد ما راحوا على النوتر، راح هذا الشخص طبعا قال له هي هويتي، عطاه كفالة 7,000 ليرة وفرغ السيارة على اسم هذا الشخص، تمام؟ وراح الزلمة السوري على بيته مبسوط وفرحان ولا كأنه صاير شيء نهائيا. فجأة اخواني الكرام، تاني يوم او ثالث يوم بلاقي عم يندق باب بيته، بيفتح الباب بلاقي البوليس. خير؟ قالوا له الحاكم طالبك، انت في عليك دعوة وفي عندك قرار محكمة، وانت زلمة ناصب على جماعة بمبلغ 60,000 ليرة، حولوا لك المصاري، في شخص حول لك المصاري وعلى اساس بدك تبيعوا السيارة، وانت رايح بايع السيارة لغير شخص
ومالك بقى مالك مسلم السيارة للشخص اللي حول لك المصاري. طبعا هذا الزلمة فات بالحيط يعني، وصارت يعني صار يفكر يضرب أخماس بأسداد، شو هذا الشيء اللي صاير معه يعني. راح على المحكمة إخواني الكرام، قال له القاضي الشخص فلان رفع عليك دعوة، حول لك على حسابك البنكي 60,000 ليرة تركي، وهي الوصل معه موجود، وانت رايح ما سلمت السيارة، لا ناصب عليه 60,000 ليرة، ورايح بايع السيارة لشخص تاني نهائيا. قال له هذا السوري، قال له هدول اثنين اخوات وحكى معي. مسك الحاكم هيك الهويات، قال له هذا ما بيقرب هذا، ولا في اي صلة قرابة بين الاثنين اصلا. قال له الشخص السوري، انا ما لي علاقة يعني، انا هذا الشخص حول لي وهذا الشخص فرغت السيارة اسمه. قال له انت زلمة ناصب، انت زلمة نصاب، وهي حكمة اقل شيء 12 سنة فيها حبس، يا اما بدك ترجع ال60,000 ليرة للشخص. طبعا هذا السوري اخذ معه مترجم وصار يشرح الوضع للحاكم او للقاضي، لحتى القاضي يفصح عنه. قال له القاضي، قال له انا شايفك انسان يعني باين عليك انسان كويس وسجلك نظيف، بس انت لازم هلا، انا الدلائل اللي بايدي لازم انه انت اقل شيء ترجع المصاري لصاحبها لحتى نقدر نخلي سبيلك. قال له غير هيك ما بنقدر. قال له بعد هيك انت اذا حبيت ترفع دعوه بامكانك ترفع دعوه. فالزلمه قال له يا ما بدك تنحبس. فتخيلوا اخواني انه ما كان عنده اي فرصه او اي وسيله غير انه يرجع يعطي المصاري للشخص اللي حول له اياهم. وحتى دوروا بالقضاء ودوروا يعني ما لقوا اي ارتباط بين الشخصين، هدول مو اخوات، بس طبعا هي عصابه نصب متفقه مع بعضها، بس حتى مكالمه هاتفيه بين الاثنين ما لقوا. فالعبره اخواني لازم تنتبهوا لهذا الموضوع. والشخص راحت منه سيارته وتبهدل، صار عليه قضية نصب واحتيال، وفات بميت قصة وقصة فقط من شان هذا الموضوع. اخواني رجاءا يا ريت الاشخاص كلها اللي عم تشوف هذا الفيديو او اي فيديو انا بنزله تسمعوا منيح وتفهموا، لانه قصص ومشاكل وامور عم تحصل مع الناس. يعني شوفوا انتوا على هالفكرة الشيطانية ما ممكن تخطر على بال حدا. يعني اخواني موضوع بصراحة يعني عن جد ما بيجي على عقل الشيطان. فيا ريت كلاتنا ننتبه ونوعي بعضنا اخواني. هذا الفيديو عبارة كان عن قصة حصلت مع احد الاشخاص اللي بعرفهم، حبيت شارككم اياها لحتى تكونوا واعيين وتكونوا حذرين من هالشي. ولا تنسوا طبعا تعملوا اعجاب للفيديو اخواني، وتشاركوا الفيديو كمان لحتى الجميع يستفيد. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.